مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تحية عطرة مباركة يطيب معها اللقاء، ولا زالت مواسم الخير تعمر قلوبنا وبيوتنا بالطاعة والرحمة والرضا. تحية طيبة وتكبيرات المقدسيين تعانق قباب القدس، والمرابطون في الأقصى يلبون نداءها ويذودون عن ساحاتها وأسوارها وأعتابها، يسطرون ملحمة الكرامة والفداء، مدافعين عن مسرى نبينا بصدورهم العارية، صدورهم العارية إلا من اليقين والثقة بنصر الله القادم لا محالة. بيتكم عامر، حياكم الله. مرجل على أخت الحرة اللي خلت جيشة يركع، مرجل وسلاحك بيدك حطم للي بجرحه توجع. احنا رجال ويوم الوضع تعرفنا، نبني جبال ذاب الحر ونادتنا. احنا رجال ويوم الوضع تعرفنا، نبني جبال ذاب الحر ونادتنا. طبع الغضب والمعركة محرابي، طبع الغضب والمعركة محرابي. أنا خي اللي بغزي داسة، سلاح العوز تكسر راسة. احنا رجال بغزة وام الفحم وسفين، احنا رجال الضفة عكا ويا بالبيل وحيفة، مثل حمل اللي تشرح سيفة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وحلقة جديدة من برنامج بيتكم عامر. بالتأكيد مشاهدينا، منذ الأمس ومنذ أيام ونحن نتابع ما يجري في المسجد الأقصى وفي القدس، في ساحات المسجد الأقصى، من اقتحامات ومن اعتداءات وتنكيل بأهلنا وبالمصلين وبالمرابطين والمعتكفين ومنعهم من الاعتكاف. نداءات عديدة وجهت إلى أكثر من جهة بأن يسمح بالاعتكاف وبأن يعني يحذر هذا العدو من المساس بالمعتكفين في المسجد الأقصى، وهذا حقهم، هذا مسجدهم، وهذا شهر رمضان والاعتكاف فيه سنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تم الاعتداء عليهم بالأمس، تابعنا من خلال مشاهد مؤلمة ما جرى في المسجد أو المصلى القبلي من اعتداءات على المعتكفين بالضرب بالهراوات وباعتقال المئات ممن تواجدوا في المصلى. بالتأكيد بين الشجب والاستنكار والإدانة وخروج المسيرات والمواجهات في القدس، ردود أفعال عديدة سادت خلال الساعات الماضية، ولا زالت الأجواء يعني لم تهدأ بعد. وهناك كان في قصف في غزة وإطلاق صواريخ من غزة، نتابع كلنا كأسر أردنية ما يجري وما يحدث هناك، ولا نستطيع أبدا أن نبتعد عن كل ما يجري ويعني نذهب إلى تفاصيل حياتنا اليومية دون أن يكون لهم النصيب الأكبر من اهتمامنا ومن التفاعل معهم ومع قضاياهم. هم يدافعون عنا، هم يدافعون عن قضيتنا الأولى. فبالتالي مشاهدينا، حلقتنا لليوم إن شاء الله ضمن كل فقراتها ستكون لتسليط الضوء على ما يجري هناك ولوضعكم في صورة ما يدور. أكيد مختاراتنا اليوم المساحة الأكبر سنعطيها لما جرى وما يجري، وحوارنا أيضا ضمن اليوم في مع الدكتورة سناء أبو فارس كان من المفترض أن يكون في مسائل شرعية وأحكام شرعية. وصل لنا العديد من الأسئلة، لكن أكيد لأن الوضع في القدس يستدعي أن نكون في دائرة ما يجري، سيكون أيضا حوارنا مع الدكتورة سناء حول هذا الموضوع، دورنا، حكم منع المعتكفين من الصلاة والتواجد في المسجد الأقصى في الأيام الأولى من شهر رمضان، حكم السكوت على ما يجري، دورنا إحنا كعائلات وأسر والشعب الأردني الشعب الشقيق، أرض الحشد والرباط، ودورنا تجاه ما يجري في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأقصى بشكل خاص. إذن هذا حول المختارات مشاهدينا والحوارية مع الدكتورة
سناء أبو فارس، وهي طبعا الدكتورة في الفقه وأصوله، وكذلك المتداول سيكون أيضا في ذات السياق، وحملة فلنشعل قناديل صمودها وشبابنا الأردني اللي عم يجمع التبرعات، وكم حجم التبرعات وصل من أجل طبعا القدس ودعم المقدسيين. أيضا مشاهدينا نذكركم بأنه اليوم سيتم السحب على جائزة سؤال نورتي يا رمضان، سؤال الذهب، في نهاية برنامجنا سنعلن اسم الفائز أو الفائزة. خلينا نبدأ مباشرة مشاهدينا من المسجد الأقصى والأحداث التي جرت خلال الساعات الماضية، حيث الاحتلال اقتحم الأقصى واعتقل المئات من المعتكفين، والمقاومة ردت بالصواريخ وقصف استهدف غزة. كل ذلك جرى خلال ساعات الماضية، يعني منذ الفجر تقريبا. إذن اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم، وإثر الاقتحام أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ من غزة باتجاه الكيان الذي رد بقصف مواقع في القطاع. نشاهد مشاهدينا يعني حجم الدمار والخراب الذي حصل في أو حدث في المسجد القبلي في المسجد الأقصى جراء الاعتداء على المعتكفين. إذا اعتكفوا في المسجد وهذا حقهم، ثم اقتحم جنود الاحتلال والمجندات ودنسوا المسجد والمصلى وقاموا بالاعتداء على المصلين المعتكفين بالضرب بالهراوات، وهناك عدد كبير من الإصابات، ثم اعتقال المئات وإخراجهم عنوة من المسجد. هذا حجم طبعا الخراب اللي شاهدتوه. كان أيضا في المكتبة، مكتبة المصلى. طبعا لاحقا أفرجت سلطات الاحتلال عن عدد من الفتية والشبان، واشترطت لإطلاق سراحهم إبعادهم لمدة أسبوع عن المسجد الأقصى. طبعا أظهرت المشاهد صور قيام الشرطة بجر النساء واعتقال الرجال أثناء إخراج المصلين من باحات المسجد الأقصى، كما أظهرت اعتداءها بالضرب على المعتكفين وتكبيل أرجلهم أثناء الاعتقال. خلينا نشاهد، ما بعرف إذا في صوت مع الفيديوهات. طيب، في كان طبعا مشاهدينا إطلاق قنابل صوتية داخل المصليات وداخل المسجد. خلينا نتابع جزء من هذه المشاهد المؤلمة صراحة. إذن مشاهدينا طبعا المعتكفون في المسجد الأقصى قابلوا كل ذلك بالتكبيرات وبالصمود وبالتصدي، لا يملكون أي سلاح يدافعون به عن أنفسهم سوى إيمانهم بالله عز وجل وثقتهم بنصره وثباتهم. كان أصوات التكبيرات والدعاء تتعالى من داخل المصليات. خلينا نتابع أصوات التكبيرات من داخل المصلى بعد أن تم الاعتداء عليهم بالرصاص المطاطي وبقنابل الصوت وبالهروات والضرب والجر والتنكيل. مطاط. إذن ساحة المسجد الأقصى تحولت إلى ساحة حرب جراء هذه الاعتداءات. أيضا مشاهدينا يعني تم الاعتداء الوحشي على النساء، نسائنا حرائرنا المعتكفات المصليات، يتم جرهم والاعتداء عليهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. مشاهد جدا موجعة ومؤلمة. خلينا نشوف مشاهدينا. يا الله 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 يا الله.
هذه الأصوات مشاهدينا، الاستغاثات يستغيثون بالله عز وجل، وصلت أسماعنا ووصلت أسماع المسؤولين والحكام، ولكنها لم تصل إلى سمع المعتصم الذي انتصر للمقدسيات. للأسف لم يجدوا من ينصرهم سوى مقاومة غزة وصواريخها، سوى دعائنا نحن من نعجز عن نصرتهم إلا بالدعاء. إذن مشاهدينا أيضا، يعني الهتافات، هتافات المصلين ضد بوجه قوات الاحتلال وعقب اقتحام المسجد الأقصى، كذلك يعني مشاهد وصور، إذا بنعرض صور تكبيل المصلين على الأرض كانت أيضا صورة موجعة. إذن مشاهدينا، يظهر في هذه الصورة تكبيل الشباب والشيوخ اللي تم الاعتداء عليهم أثناء اعتكافهم في المسجد القبلي، وتكبيلهم تمهيدا لاعتقالهم، وفعلا تم اعتقال مئات منهم وضربهم والتنكيل بهم. وهناك شهادات من ممن تم الإفراج عنهم بأنه جلسوا لأربع ساعات جلوس متواصل على ركبهم دون أن يسمح لهم بالحركة. نشاهد أيضا آثار الدماء على نسائنا وحرائرنا المرابطات المعتكفات، آثار الدماء على النساء، وهذا جراء الاعتداء عليهم بالضرب والسحل والجر. طبعا مشاهدينا، المصلين في المسجد الأقصى واجهوا كل ذلك كما قلنا بالهتاف وبصيحات الله أكبر، والتي ترعب فعلا هذا المحتل. خلينا نشوف جزء من هذه المشاهد ومواجهتهم للمحتل. إذن مشاهدينا، كما تشاهدون ونشاهد هذا العدو المدجج بالسلاح بكل أنواع الأسلحة، ويتراجع خوفا وجبنا أمام صيحات وتكبيرات المرابطين والمعتكفين. ثم نشاهدهم يجلسون على الأرض بكل ثقة وشجاعة وقوة، وهذا العدو يتراجع ويتقهقر أمام صمودهم وثباتهم. هذا أكيد يعني لا يكون إلا ممن تعمر قلوبهم بالإيمان والثقة بنصر الله. إذن مشاهدينا، هذا ما جرى وما يجري، والأيام القادمة أكيد ستكون حبلى بمثل هذه المشاهد. ندعو الله عز وجل أن ينصرهم ويثبتهم و يربط على قلوبهم ويقويهم. أكيد مشاهدينا، الوضع يتطلب منا أن نتابع وأن نكون دائما ممن يعني يدعو لهم بالنصر والثبات، ونحدث أفراد أسرنا عن ذلك، ودائما يعني خلي وسائل الإعلام عنا شغالة على مثل هذا الكلام، لأنه أكيد هذا الجيل اللي بده يتربى على مثل هاي المشاهد ويشاهد ما يجري هو الذي إن شاء الله سيحرر المسجد الأقصى قريبا بإذن الله. متى تستيقظ الأمم بيوت القدس تسألنا، متى تستيقظ الأمم، متى تستيقظ الأمم، متى تستيقظ الأمم بيوت القدس تسألنا، متى تستيقظ الأمم بيوت القدس يا دنيا.
والأقصى تناديكم ألا هبوا سلام القدس تذبحه سيوف الظمأ يا رب وأمن القدس تدفنه معاول من لها اغتصبوا متى 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 تستيقظ قريبا إن شاء الله ستستيقظ الأمم ويعني كل ما نرى وما نشاهد أكيد في بشائر وبشريات وإرهاصات للنصر القادم بإذن الله رغم تخاذل الأنظمة التي تكتفي بالشجب والاستنكار والإدانة إلا أن هذا الصمود وهذا التحدي وهذا التفاعل من الشعوب العربية والإسلامية مع ما يجري بالتأكيد فيه إن شاء الله بشائر النصر القادم بإذن الله وأكيد مقاومتنا ندعو لها إن شاء الله بالنصر والتمكين وأن يسدد الله عز وجل رميهم اللهم آمين. إذن مشاهدينا نكتفي بهذا القدر حول ما دار وما يدور في المسجد الأقصى وسنكون الآن بعد فاصل قصير مع الدكتورة سناء أبو فارس دكتورة الفقه وأصوله وسيكون حديثنا في ذات السياق حول ما يجري في المسجد الأقصى دورنا وحكم السكوت عن ما يدور هناك. إذن فاصل قصير وسنعود إليكم خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا عدنا إليكم من جديد وبالتأكيد كل مسلم ومسلمة يكون أو يكونون حريصين جدا على معرفة الأحكام الشرعية حتى يقوموا بأداء العبادات الفرائض الطاعات كلها على أكمل وجه ويبتغون مرضاة الله عز وجل فيسألون عن العديد من المسائل الشرعية خاصة في شهر رمضان المبارك وخاصة السيدات بيكونوا دائما يعني في مسائل معينة بيحبوا يسألوا عنها ويسألوا أهل الفقه والاختصاص والفتوى حتى ياخذوا الحكم الشرعي الصحيح. أكيد مشاهدينا في عدة مسائل كانت النية أو كنا مرتبين نعرضها على ضيفتنا الدكتورة سناء أبو فارس لكن في ظل ما يحدث في المسجد الأقصى في القدس في فلسطين من اعتداءات وتنكيل بأهلنا هناك وإخراج المعتكفين من المصليات والاعتداء عليهم واعتقالهم أكيد هذا يفرض نفسه على كل حواراتنا سواء كنا على الشاشة أو في بيوتنا أو في مساجدنا فبالتالي سنعطي المساحة الأوسع لهذا الموضوع في عدة أسئلة و يعني مسائل ممكن إنها الدكتورة اليوم تفيدنا فيها فاسمحونا نرحب بضيفتنا الدكتورة سناء أبو فارس الدكتورة في الفقه وأصوله حياك الله يا دكتورة. الله يحييك يا حبيبتي بارك فيكم يا ربي تقبل الله الطاعات منا ومنكم صالح الأعمال وأنت بخير بألف خير وأمتنا بخير وأقصانا بخير ومرابطينا بخير آمين يا دكتورة. يعني بداية تابعتي أكيد والكل يتابع ما يجري في والله بكيت ما قدرت أتمع منا لم يبكي قلبه يعني قبل عيونه مأساة ما يحدث الاعتداء على النساء على المصليات على الشباب على الشيوخ يعني تقييدهم ثم اعتقالهم وضربهم بالهروات داخل المصلى يدخل الجنود والمجندات يدنسون أقصانا كل هذه المشاهد يعني بداية نبدأ بحكم أصلا الاعتكاف منع المعتكفين من الاعتكاف في المسجد سواء من الاحتلال أو حتى من الأوصياء والأوقاف نعم طبعا لا شك بهذا بسم الله والصلاة على رسول الله نسأل الله عز وجل أن ينصر أقصانا وأن ينصر هذه الأمة بطائفة لا تزال على الحق ظاهرة حتى يأتي وعد الله الاعتكاف طبعا أكيد عبادة جليلة رسول عليه الصلاة والسلام حرص عليها وحافظ عليها وكان يشد مئزره ويوقظ أهله في العشر الأواخر وكان يعتكف في غير العشر الأواخر والاعتكاف هي عبادة فيها تجليات خلوة مع الله سبحانه وتعالى اعرف قلبك في ثلاث مواطن عند الخلوة منها عند الخلوة فهو يعني تعرف حالك أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى تقف ترجو
تستشعر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. فهو استشعار جميل في مسجد في بيت، فما بالك في الأقصى. نعم. يعني إذا كان في بيتك ممكن تعتكف معتكف المرأة مثلا بعضهم كما قال، وإن كان الأصل في الاعتكاف أن يكون في المسجد. نعم. فكيف إن كان في الأقصى الذي لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد منها هو. نعم. وهو قبلة المسلمين الأولى. فأنا عم بعيش شعور الكبار والصغار والمرأة والطفل، شعور الفرحة بالاعتكاف في المسجد الأقصى وبركات. نعم. المسجد الأقصى. قضية الاحتلال هذا ليس ببعيد على العدو. نعم. هذا شيء طبيعي ولا يستنكر ولا يستغرب، بل إنه لو سكت هذا الذي يستغرب. نعم. حقيقة. نعم. هو يسعى لإلغاء كل مظهر من مظاهر الإسلام وكل. نعم. شعيرة من شعائر الإسلام ويحرص. صح. عليها. لكن بالمقابل سبحان الله أبارقة الأمل في ظل كل شيء معتم في جانب مشرق. نعم. فالجانب المشرق حرصهم على الاعتكاف رغم أنهم يعلمون أنه في خطة وفي مؤامرة وفي نية للاقتحام. ومع ذلك هذا لحاله أنا استوقفني أنه عارفين، ورغم ذلك عجل المسجد بالمصلين. صحيح. والمعتكفين. صحيح. وهم يعلمون أنه في كل لحظة ممكن يتم الاعتداء. نعم. فالله الله في أجرهم. نعم. الله الله في إنسان بيعتكف في وضع طبيعي مأجور، فما بالك أن يعتكف في المسجد الأقصى وهو يعلم أن العدو يتربص وفي أي لحظة ممكن أنه ينقض. ومع. صحيح. ذلك وثابت. صحيح. هو ثابت. هذا. نعم. هذا الجانب الحلو المشرق. نعم. الجانب المحزن أكيد هذا العدو لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. رب العالمين قال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. نعم. هو وصل إلى مرحلة من الحقد والكره مبلغ لا يمكن أن يكون له خط أحمر، ما فيش. نعم. عنده خطوط. صحيح. هو يعني يقتحم ولا يفكر إلا في تنفيذ هدفه وتحقيق بغيته. نعم. ونحن رد النار بالنار، نحن كذلك لنا هدف ولنا بغية. هو يقتل هذا أو يضرب ذاك، لكن والله أن هذا الضرب ليس إذلال. أنا أتحفظ على مصطلح إذلال. نعم. نعم. أبدا. لما يقهرك عدوك عزة. نعم. لما تقاوم عدوك بطولة وقوة وجرأة. أبدا ما بطلع حتى أني أقول أذله، لأنه من هو حتى يذل المؤمن. نعم. وأحقر وأهول شأنا من ذلك. جميل. إذن أنا في موقف قوة ولا يذلني، أنا في موقف عزة، أنني في مسجدي، في مسجد رب العالمين أجله وعظمه. فهذا لحاله بيعطيني عزة، ما بيعطيني ذلة. لكن الناحية العاطفية والإنسانية بتتحرك كثير. صحيح. يبكينا ما يحدث في المسجد الأقصى، يبكينا صوت المرأة اللي بتصرخ. صحيح. يبكينا بنفس اللحظة الذي يبكينا ما يحدث والتخاذل. نعم. العربي. نعم دكتورة. وأن يتآمر هؤلاء مع من يتآمر، يعني إحنا بنقول هذا عدو، طب والطرف الآخر. نعم. لماذا يفعل هذا؟ صحيح. وآخر شيء بحب أشير له أن المرأة لم تكن خائفة في هذا الموقف. صحيح. يعني ما تنحوا النساء وتقهقروا وتراجعوا في البيوت على الأقل مثلا، ذهبوا واعتكفوا، بل وعندما كانت هذه المواجهات كانت هي في مقدمة الصفوف تدافع عن الشباب. نعم. وعن. نعم. الفتيات. يعني دكتورة بارك الله فيك، بالتأكيد هذا غير مستبعد أبدا عن العدو، كما تفضلتي أصلا يستنكر إن لم يفعل ذلك، لأنه. صحيح. هو المجرم المفسد في الأرض المحتل، ينكل بالشعب صباح مساء، هذا ديدن المحتل. لكن المستغرب والمستهجن مواقف الدول ومواقف الحكومات والأنظمة التي جعلت هذا العدو يعني يسير في غيه ويصعد من اعتداءاته على المعتكفين في المسجد، مثلا منع الاعتكاف في ظل أنه الصهاينة والمتطرفين يستعدون لإقامة طقوسهم في ذبح القرابين واقتحامات المسجد صباحا وساحات المسجد في عيد ما يسمى عيد الفصح. فبالتالي لماذا يمنع المصلون من أن يعتكفوا؟ لماذا يغلق؟ هل يجوز أن تغلق المساجد؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ وما أكثر من أن يمنع المصلون من التواجد في المسجد من خراب، يعني هذا. صح. هو الخراب. نعم. أنا أقول لمثل هذا يذوب القلب من كمد. والله إن كان في القلب إسلام وإيمان. هنا المحزن، يعني هنا المحزن حقيقة، أن تمنع من أبناء جلدتك من. نعم. يدركون قيمة المسجد الأقصى ومعنى الصلاة فيه، ومن أظلم هم يقرؤونها، ومن. نعم. أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه.
من أظلم على وزن أفعل؟ لا، ليس هناك أظلم من هذا. نعم. إذن هو شرعا ظالم أن يمنع مساجد الله كالمسجد الأقصى أن يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. نعم. وسعى في خرابها. نعم. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نعم. هو بخاف عشان هيك بيصدر هيك قرار. لكن الذين يعتكفون شجعان. نعم. لا يخافون ولا يهابون. نعم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فالحكم شرعا أن هذا غير قرار جائر غير صحيح، رغم المبررات اللي برروها. نعم. ورغم التحفظات التي قالوا نتحفظ على بعض الأمور لا نستطيع أن نقولها، كل هذا غير مبرر أبدا. لماذا كان من قبل في اعتكافات؟ صحيح. لماذا لم تمنع هذه الاعتكافات؟ لماذا تحرك كيف يشاء هو وليس كما أنت تشاء؟ لماذا يمنع هنا نسمح هنا نمنع؟ لماذا أنت تنقاد له؟ صحيح. إذا سمحت تقول سمحت، وإذا منعت تقول منعت. أليس لك وصاية؟ أليس لك قرار؟ أليس البعض يتحدث عبر وسائل الإعلام أن له وصاية؟ نعم. وعندما يقول البعض أن وصايتكم ألغيت يقف ويقول لا، الكلام غير صحيح. نعم. طالما أنك تقول الكلام غير صحيح فأثبت ذلك على أرض الواقع. صحيح. إذن أنت ليس لك وصاية وليس لك سلطة. نعم. لأنه هو الذي يتحكم بك ويقرر القرار، وما عليك إلا أن تنفذ. نعم. فأصبحت كحجار الشطرنج يحركك كيف تشاء. نعم. وهذا باطل يعني شرعا. نسمع كثيرا بالتوافقات وفي العقبة وفي شرم الشيخ، ونحن لا نريد أن نحول الحوار إلى حوار سياسي، لكن بالمقابل هذه التوافقات لماذا نحن نقوم بما علينا؟ بالمقابل العدو يقتحم ويتعدى على المصلين وعلى المصليات ويقتل المقاومين في جنين وفي نابلس، فأين هي التوافقات؟ أين هي التوافقات؟ نعم. أين هي معاهدات السلام؟ نعم. سيحدثونك يا بني عن السلام، إياك أن تصغي إلى هذا الكلام، والله يهادنك لكي يحاربك. نعم. هدنه بيعمل هو بيعرف مصلحته. صحيح. يسالمك كي يهاجمك كي يحاربك. نعم. أنت بتعمل معاهدات وبتعمل تسويات وبتعمل لقاءات ومؤتمرات وهو مخططه هو. صحيح. ولن يغير المخطط. نعم. مطلوب منك أنت تغير المخطط وفق مطامعه. نعم. ومخططاته. جميل. وبالتالي الذي حدث باطل كذلك، وإحنا كل المعاهدات نقول باطلة شرعا. نعم. وما يحدث من هذه الأمور باعتقاد أنها تحقق مصلحة لا، هي لا تحقق مصلحة، وفي الشرع كل أمر يؤدي إلى مفسدة فهو مفسدة. نعم. وبالتالي لا يجوز لك أن تتآمر على وطن، تتآمر على شعب ومقدراته. نعم. هذه متآمرات، وإن بدت في ظاهرها أنها فيها المصلحة، المصلحة لمن؟ بالآخر هي مصلحة للعدو ومفسدة للأمة الإسلامية. نعم. العربية. صحيح. وهذا منهي عنه شرعا. دكتورة، يعني دورنا، الكل يسأل ما هو دورنا نحن كأسر وعائلات سيدات رجال، ونحن نتابع ما يجري، ونحن في شهر الصيام والقيام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل، شو دورنا؟ شو نعمل؟ هل نحن لا نملك أي وسيلة نقدم مساعدة ندعو لهم؟ دورنا كبير كثير. أنا بس هيك الآن قبل ما أحضر عندكم هيك مريت على محل شغل معينة، فالشاب حاطط أغاني. نعم. قلت له يا ابني ما يحدث في الأقصى من انتهاكات، وحاطط أغنية يا ابني برمضان على طول. أنا أثمن شاب في ريع. نعم. شبابه. قال لي أنا أعتذر، يعني أنا والله من الصباح وأنا أضع أناشيد إسلامي وقرآن، فهذا هيك يعني مرور عابر، ومباشرة غير وحط أدية. الله يجزيه الخير. فهذا مع بعرف سبحان الله لما حكيت هيك خطرت أنا أتكلم عنها. نحن بنقدر نعمل أدوار كثيرة، نحن الشعب، نحن أرض الحشد والرباط. أرض الحشد والرباط، شو أكثر منك؟ شرف عظيم لنا أننا في بلاد الشام وأننا في الأردن تحديدا. الحمد لله. نحن المدافعون معنويا وماديا، وسمي ما شئتي، ولذلك لنا دور كبير. التوعية، هذا البرنامج وهذا الحديث من ضمن هذا الكلام. نعم. التوعية، في ناس في غفلة. نعم. أنا أقول لك في ناس في غفلة، في ناس شغلتهم دنياهم. صحيح. في ناس الآن حتى من الصائمين لا يشغلهم إلا ماذا سيأكلون على ما. نعم. يتناولون. نعم. على مائدة الإفطار، ومن سيذهب إلى الأسواق ليشتري ملابس العيد. نعم. ومن وما يقدم في التلفزيونات والفضائيات مسلسلات مسلسلات وبرامج، وهذه مقصودة لبعدنا، إبعادنا عن الهدف. نعم. وإبعادنا. صحيح. عن أن نكون أصحاب رسالة وأن نؤدي دورنا المطلوب، ويريد أن يشغلنا، يريد أن يلهينا، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره على أيدينا. صحيح. وبالتالي دورنا كبير، المحتوى اللي نقدمه، الدعاء، المال، كل ما يمكن من دعم، ولن نعذر أمام الله سبحانه وتعالى في أي تقصير، كل واحد حسب جهده، جهدك الدعاء
ادعي، إذا قصرتي في الدعاء آثمة. نعم. جهدك في تقديم المال فبخلتي آثمة، جهدك في أن تعلني في دورة أو في محاضرة أو في برنامج في الإعلام فإن لم تفعلي فأنت آثمة. نعم. وهذا واجب الوقت. كيف يتعرض الأقصى لما يتعرض له وما زلنا بنفس حياتنا الطبيعية الروتينية؟ نعم. نقوم براحتنا ونطلع على المسلسل المحبب إلنا. صحيح. والله هذا يدل على موت المشاعر. نعم. ومن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت الإلام. نعم. فنريد أن نكون أحياء حقيقة، وأحياء بإيش؟ بالفهم، بالعلم. جميل. بإدراك هذه المعاني. وربنا قال ومن كان ميتا فأحييناه. نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. إذا أنت ما كنت النور من سيكون؟ نعم. هذا سؤال نطرحه على أنفسنا. دكتورة الله يجزيك الخير، يعني أنا أقول أن ما يحيينا صمودهم وثباتهم ورباطهم. صحيح. وما صحيح. يقدمون و... صحيح. كل ذلك هو الذي يحيينا. أولا. كلما أولا. يعني أبعدتنا الله جهد الدنيا والله يعني كل ما بعدتنا الدنيا يحدث حدث هناك فتجدينا ننهض من جديد. صحيح. دكتورة، إضافة لما تفضلتي في دورنا، هناك فعاليات تقام لاستنكار وشجب ما يدور، وأستغرب جدا عندما أشاهد على وسائل التواصل مثلا كلمة لشخص يستنكر فيها في فعالية خرجت فعالية فجر هذا اليوم فور سماع الأردنيون لما يجري هناك خرجوا باتجاه السفارة الإسرائيلية، فكانت هناك كلمة للنائب ينال فرحات، فأجد في التعليقات من يقول كل كلام في كلام، شو فطورنا اليوم تخيلي، شو بيجينا من كلامكم كله طق حنك، ما بعرف يعني الذي يقدم ويتحدث ويخرج هذا يلام، وأنت الذي جالس في البيت تلومه وتقول أن هذا مجرد كلام. فماذا نفعل إذن؟ أنا بدي أكون إيجابية وبدي أقول هدول مغرضين. نعم. بدي أحكي إنه الشعب الأردني رائع في همته، في تفكيره، في استعداده، في جرأته، في شجاعته. نعم. في اهتماماته. صحيح. أنا أقول هذا بثقة وليس مجاملة، لأن نحن جزء من هذا الشعب. دعاء صاحبة رسالة، سناء صاحبة رسالة، نحن أصحاب رسالة. نعم. نراهم في كل مكان. هؤلاء مغرضون يقصدون هذا، وضع العصي في الدواليب. صحيح. لإرجاف تثبيط. تثبيط. نعم. فالشعب الأردني براء منهم، ونسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم. وإذا كان أي حدا، هذا كل واحد، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، أي واحد بيفكر بهذا التفكير يتقي الله. نعم. ويراجع نفسه، لأنه والله لا من العقيدة ولا من الأخلاق ولا من الانتماء ولا من الإسلام من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم بشكل عام. نعم. فما بالك عندما يكون متعلق بالموضوع بالمسجد الأقصى. صحيح. والمرابطين في المسجد الأقصى. فنوجه رسالة، نحن الآن الله سبحانه وتعالى على رسالة لنا أن هذا حدث في رمضان، حتى نعلم أن العبادة ليس فقط امتناع عن المفطرات، وإنما امتناع عن كل خلق سيء وكل فكر رذيل وكل قيمة هابطة. نعم. لنعلو عن هذه الحاجات إلى صلة مع الله سبحانه وتعالى، وصلة مع أحداث الأمة اللي هي بالآخر بترفعك وبتعزك وبتعزني، وهو هناك والله بيحقق لك العزة وانت في بيتك. صحيح. وأعلم أن بهؤلاء الله سبحانه وتعالى سينصر هذه الأمة. نعم. وسيمكن لها. أكيد دكتورة، وهم يرقبون رد فعل الشارع الأردني بشكل خاص. أول ما استغاثوا بالأردن وبوزارة. صحيح. الأوقاف وبالأردنيين، وعيونهم على ما يجري في الشارع الأردني، فكل تحرك كل فعل أكيد يعني يزيد من ثباتهم. دكتور، هل نحن مأجورون مثلا على بكائنا، على تعاطفنا، على حديثنا؟ يعني الناس أكيد لما بتشعر أنه في أجر في هذا الفعل يعني ستكثر أكيد من أكيد. ردود أفعالها باتجاه ما يجري. أكيد. في الحديث عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذه العين كما جاء في الحديث لا يعذبها الله، كما لا يمكن ويستحيل أن يعود اللبن في ضرع الشعر. تخيلي تحلي بها، كيف بدك ترجع الحليب؟ لا يمكن. لا يمكن لهذه العين أن تعذب. وذلك العين اللي بكت بكى القلب. نعم. والعين ترجمت، لأنه كما قال الذكر ذكر القلب واللسان ترجمان. اللي دمعت عينه ترجم، هذه ترجمة القلب. نعم. لما قلبها حزن عينها عبرت، فهذا القلب تقي نقي يحبه الله سبحانه وتعالى. جميل. فهي مأجورة على بكائها ودعائها ووقفتها وخروجها لاعتصام ولمسيرة ولمظاهرة، خروج الجميع. هذا نوع من أنواع التعبير الذي نستطيع، والله. نعم. سبحانه وتعالى يعذرنا بما نستطيع ويؤاخذنا بأننا نستطيع ثم نقول لا نستطيع. نعم. لكن. صحيح. بالآخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث ما صيغ التعجب عليكم بما تطيقون، ف
فوالله لا يمل الله حتى تملوا، لن يمل الأقصى ولن يمل المرابطون طالما نحن لا نمل. نعم. طالما نقدم الجهد الذي نستطيع، عندها يعني تتحقق الصورة الجميلة اللي كانوا يقولوها، نحن يمكن ما بدنا منكم دعم مادي بقدر ما بدنا منكم دعم معنوي، نشعر انكم معانا قلبا وقالبا، ونحن شعب واحد ونحن جزء من بعضنا البعض، ودمك بيجري فيي وانا دمي بيجري فيك، ألمي ألمك وأملي أملك. نعم. بحب احكي هاي الأبيات، أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلع، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي، أخي أنت راء لعيني الصباح تبينت نورك في المطلع، أخي إن بسمت فعن نبسمي وإن أنت نحتفى من أدمعي. نعم. هيك إحنا رابطتنا. جميل، بارك الله فيك يا دكتورة. لكن يعني أنا حابة كل الحوار يكون حول هذا الموضوع. بقي معنا دقيقة واحدة، فتوى وصلتنا بسؤال، ويعني من باب الأمانة أنه نجاوب عليها. في صلاة التراويح أحيانا الإمام لا يوضح للمصلين هل سيصلي الشفع والوتر ركعتين ثم ركعة أم ثلاث ركعات مجتمعة، أحيانا تختلف نيتي مع الإمام خصوصا عند الصلاة في مساجد غير المسجد اللي بصلي فيه دائما، فما حكم ذلك سريعا؟ يعني هو لا، في أكثر من كيفية للوتر، هو الآن مأموم، النية المطلوبة نية الإمام. نية الإمام تجزى عن نية المأموم فيصلي خلفه. إذا كان يرغب في أن يكمل صلاة، يعني يريد أن يصلي أكثر من 8 ركعات والإمام ما جاء بركعتين ركعة إنما 3 متصلات ببعضهم البعض، فإما أن يصلي مع الإمام وينصرف إلى بيته ويصلي ما شاء الله له أن يصلي دون أن يوتر. نعم. لأنه لا وتران في ليلة، أو يأتي بركعة رابعة وقد جاء صحة ذلك في القيام، الأصل متنى متنى لكن تصح في صورة أن تصلى 4. نعم. ثم يكمل في بيته. إذن النية الصلاة. نية الإمام. نعم، نية الإمام وليس عليه حرج إن لم ينوي نية أخرى. نعم، والتطوع في ساعة. نعم. أكيد يعني. شكرا جزيلا لك الدكتورة سناء، وأنا أشكركم وحولت الحوار حقيقة يعني. نعم أكيد، لا نستطيع أبدا أن نذهب باتجاه أي موضوع وما يجري على الساحة. أحسنتم. في المسجد بارك الأقصى. بارك الله فيكم وفي جهودكم. وفيكم دكتورة، بارك الله فيك. شكرا جزيلا تقبل الله الطاعات. إذا مشاهدينا كل الشكر للدكتورة سناء أبو فارس، دكتورة الفقه وأصوله، وكانت ضيفتنا في حوار كان حول ما يدور وما يجري في المسجد الأقصى. وسننتقل الآن إلى فقرتنا المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد السحب على سؤال برنامج نورتي يا رمضان. فاصل قصير وسنعود إليكم، خليكم معنا. أهلا بكم مشاهدينا إلى المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي. والنائب ينال فريحات يطلب تسهيل الوصول إلى السفارة الإسرائيلية للاحتجاج هناك، كما يسهل المحتل اقتحامات المسجد الأقصى، كان ذلك خلال وقفة شبابية بالقرب من السفارة الإسرائيلية، كانت في عمان هذا الفجر هذا اليوم، وكان هناك مجموعة من الشباب اللي كانوا بيحتجوا على ما يجري في المسجد الأقصى. خلينا نتابع جزء من كلمة النائب ينال فريحات ونستعرض التعليقات على هذا المشهد. يفترض أن يتجمع عشرات الآلاف من الشباب الأردني هنا في الرابية لإيصال رسالة لتلك السفارة. الحكومة لن تستجيب بصوت خفيف، لن تستجيب لنداءات بضع مئات من الشعب الأردني، ولكن إذا احتجدت عشرات الآلاف هنا في الرابية وانتفضت المخيمات وانتفضت المحافظات وهبت الجماهير بصوت عالي طلبا لطرد السفير وطلبا لنصرة أهلنا في القدس والمسجد الأقصى، حتما ستستجيب الحكومة. والإزالة الثانية هي للحكومة، لرئيس الوزراء ولوزير الداخلية ولمدير الأمن العام ولجميع الأشياء الأمن العام. قوات الاحتلال بنفسها دنست اليوم المسجد الأقصى المبارك، فلا تكون حجر عثرة أمام وصول الشباب الأردني إلى معخر السفارة الصهيونية، فلتسهل لنا الوصول إلى مبنى السفارة كما سهلت قوات الاحتلال الاقتحامات. والله إني لم أشعر بأي لحظة أني أود النوم أو أود النسيان عندما رأيت الشباب الفلسطيني المرابطين والمرابطات وهم مكبلون
داخل المسجد الأقصى المبارك. هذا ذل ما بعده ذل ليس للمرابطين فهم الأعلون، ولكن هذا ذل لنا ولجميع أبناء الأمة العربية والإسلامية. من عمان، من الرابية إذن مشاهدينا، هذه دعوة لكل الأسر والشباب والنساء للمشاركة في الاعتصام اللي دعت إليه الحركة الإسلامية في ساحة المسجد الكالوتي في الرابية، وذلك طبعا رفضا لاقتحام قوات الاحتلال الصهيوني المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين والمصلين بعد طبعا صلاة العشاء والتراويح في كما قلنا الساحة المجاورة للمسجد، و مشاركتكم بالتأكيد حماية للمسجد الأقصى ودعم للمرابطين فيه. خلينا نشوف التعليقات على الفيديو اللي شفناه قبل شوي. طيب زهير الخوالدي، جزاك الله خير الجزاء على قولك كلمة الحق في وقت صمتت أنظمة الخزي والعار ولا حس وخبر لها. رياض السنيد يقول قريبا بإذن الله صلاة الفتح في المسجد الأقصى يا رب. أم زيد نوافلة، صوت الحق يعلو ولا يعلى عليه. أكيد. زياد أبو نمير يقول لازم طرد السفير فورا. أكيد. إذن مشاهدينا، هذا كان حول رد فعل الشعب الأردني اللي كان عفوي فجر هذا اليوم، وكانت هذه الوقفة. وسنذهب مشاهدينا إلى حملة فلنشعل قناديل صمودها، وبالأمس تابعنا على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد شباب الجامعات وهم يقومون بإعلان للمبالغ اللي جمعوها من أجل أن تبقى قناديل القدس مشتعلة إن شاء الله بجهودهم وبما يقدمون. صراحة المبلغ وصل كله من الجامعات وغير الجامعات إلى 500,000 دينار أردني لنسرج طبعا عطائنا من خلال هذه التبرعات، وما جاد به الأردنيون كان أكثر من 500,000 دينار أردني. الجامعة الأردنية مشاهدينا لوحدها الشباب أعلنوا المبلغ من خلال فيديو أيضا كان على وسائل التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف لحظة إعلان المبلغ اللي جمعوه شباب الجامعة الأردنية أسوة بزملائهم بكل الجامعات. يعني الله محيي شبابنا اللي عن جد بوجهوا كل طاقاتهم وهم لا يشعرون أبدا بالعجز من أن يقدموا لأقصاهم والقدس ويقفون متفرجين، هم بما يستطيعون يقدمون للقدس لتبقى أكيد قناديلها قناديل صمودها مشتعلة. الجامعة العلوم والتكنولوجيا، طبعا الجامعة الأردنية وصل المبلغ ل 150,000، جامعة العلوم والتكنولوجيا 37,000 دينار، الجامعة الهاشمية 30,000 دينار، جامعة اليرموك 14,000 دينار، وجامعة العلوم التطبيقية 12,631، جامعة الحسين 12,000، جامعة الأميرة سمية 5,500، جامعة البلقاء 4,700، جامعة العلوم الإسلامية 4,200، جامعة الزيتونة 3,000، وجامعة الطفيلة 2,200، جامعة البوليتكنيك طبعا الزيتونة 3,500، جامعة البوليتكنيك 2,150 دينار، جامعة مؤتة 1,500، جامعة آل البيت 500 دينار. ربنا يبارك فيكم وفي جهودكم ويتقبل منكم. إذن مشاهدينا بالتأكيد يعني لجان القدس اللي بتشتغل في الجامعات في تضييق عليها، ويتم محاسبة الطلاب اللي بيقوموا بهذا الجهد للأسف الشديد من بعض إدارات الجامعات. إذن خلينا نشوف مشاهدينا التعليقات. سارة عزام، الحمد لله أسود أهل الأردنية وكل من ساهم في الحملة بيرفع الرأس، والأردنية مو غريب عنها الجهود العظيمة هاي.
فاطمة الياسين ما شاء الله يا رب فرحة التحرير تكون قريبة يا رب. اللهم آمين. جذور لغوية، هذا هو جيل النصر والتحرير إن شاء الله، أكيد اليوم بجهودهم وبالتبرعات وغدا إن شاء الله بأرواحهم وبدمائهم. طيب ضل عندنا تعليق. طيب طلعوا لنا يا عشاش الحكيم فراس الغيث، من هؤلاء يأتي النصر بعد 40 عام، يأتي الله بجيل جديد بدم جديد إن شاء الله يا رب يجعلهم من جيل النصر والتحرير. طيب مشاهدينا وصلنا إلى إعلان الفائز بسؤال نورتي يا رمضان، مسابقة نورتي يا رمضان اللي طبعا تم عرض السؤال على صفحتنا وكانت في حلقة الأمس. خلينا نشوف السؤال ونستعرض الإجابة وبعدين نعلن الفائز بخاتم الذهب. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لفقرة سؤال الذهب، الفقرة الرابعة من برنامجكم نورت يا رمضان، وسؤالنا مثل ما تعودتوا عليه لليوم عبارة عن معلم موجود في أحد مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، والآن هذا المعلم ظهر أمامكم على الشاشة. احذر هذا المعلم وادخل على صفحة قناة اليرموك الفضائية على الفيسبوك واعمل لايك للصفحة، خلال التعليقات بإمكانك الإجابة الصحيحة على هذا المعلم. إذا المرة الثانية المعلم ظهر أمامكم على الشاشة، احذر المعلم ليدخل اسمك معنا السحب لفرصة ربح خاتم ذهب مقدم من مجوهرات ديار مكة. إذا أعزائي المشاهدين وصلنا معكم لختام حلقة اليوم من برنامجكم نورت يا رمضان، على أمل اللقاء فيكم بحلقة قادمة ويوم جديد من أيام الشهر الفضيل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا كان هذا هو المعلم اللي جاوبت عليه، وأكيد الإجابة كانت هي قلعة الربط في عجلون، قلعة صلاح الدين. الآن دخلت كل إجاباتكم على دولاب السحب، وسيدور الآن لنعرف الفائز بخاتم الذهب. يلا 1 2 3 بسم الله. إذن الفائز بخاتم الذهب وبنبارك له هو مصعب ياسين. مبارك لك الجائزة، ومصعب الياسين هو الفائز بخاتم الذهب لليوم. إذن مشاهدينا بنذكر بمسابقتنا، مسابقة برنامج بيتكم عامر، واللي غدا إن شاء الله سنعلن اسم الفائز بالجائزة برحلة العمرة اللي بتقدمها شركة تسابيح للسفر والحج، للسياحة والسفر والحج والعمرة، تسابيح خيارك المريح، ومدارس وأكاديمية راف، ريادة، إبداع، فضيلة. السؤال كان ما هو النبات الوحيد الذي يجوز قطعه في مكة؟ أكيد إجاباتكم بدأت بالوصول منذ أن أعلننا عن السؤال يوم الأحد، وغدا إن شاء الله سيتم الإعلان عن الفائز. أكيد يتم الإجابة على السؤال للناس اللي بتتابعنا جديد بتعليق على منشور السؤال على صفحة برنامج بيتكم عامر. ادخلوا صفحة برنامج بيتكم عامر، حطوا لايك وجاوبوا على السؤال، وتفاعلوا معنا بأنه تشيروا أي بوست من الصفحة على صفحاتكم، وحتى تفوزوا كمان بجائزة الأكثر تفاعلاً. إحنا عندنا كل خميس جائزة لشخصين كانوا الأكثر تفاعلاً على صفحة برنامج بيتكم عامر، والجائزة فاوتشر تسوق، قسيمة تسوق من سوفية، من لفاميليا، وبطاقة ألعاب بسوفية إيفينيو. إذن بنذكر مشاهدينا أنه خاتم الذهب مقدم من مجوهرات ديار مكة، أبناء عدنان أبو خاص مشكورين. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية مشوارنا ونهاية حلقتنا من برنامجكم، برنامج بيتكم عامر. نلتقيكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من برنامجكم. إلى أن نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، في أمان الله.